للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار. مرحبا بك دكتور صباح. ساعات قليلة تفصل بريطانيا عن تصويت حاسم في مجلس العموم البريطاني بشأن اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما هي التوقعات؟ أعتقد أن من المهم تحديد إطلاع المساعدين على الوضع في البرلمان البريطاني. في الحقيقة ليس هناك قرار رئيسي سيتخذ هذه الليلة ولا حتى غدا. رئيسة الوزراء يفترض أنها ستقدم أوراقا هذه الليلة، إحداهما قانونية والأخرى الاتفاق الذي توصلت إليه مع أوروبا، وسيجري التصويت عليه غدا. المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية. المسألة هي أن بريطانيا حينما تكون في أوروبا فإنه يجب أن تكون هناك حدود، حينما تخرج من أوروبا يجب أن تكون هناك حدود بينها وبين أي دولة أخرى، وبالتالي يقتضي الأمر إيجاد حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، وهذا ما يرفضه البريطانيون والإيرلنديين. لذلك هناك صعوبة في حل هذا الإشكال. هناك أيضا جانب آخر في هذا الأمر يتعلق برفض النواب، عدد من النواب للخروج من أوروبا لعدم وضوح الرؤية ماذا تكون النتيجة إذا ما خرجت بريطانيا. لذلك سيكون هناك تصويت غدا، وأظن أن التصويت لن تنجح تريزا ماي في الحصول على الموافقة، وبالتالي في اليوم التالي أي بعد غد سيكون هناك تصويت على فكرة رفض فكرة الخروج بدون اتفاق، وفي اليوم التالي أي اليوم الخميس سيكون هناك تصويت لتأجيل الخروج من أوروبا، وبالتالي هذه المراحل غير واضحة الوقت الراهن تعتمد على ماذا سيحصل هذه الليلة. لماذا حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن بريطانيا ستدفع أو تندفع نحو المجهول في حال رفضوا مشروع الاتفاق؟ المشكلة أن تيريزا ماي منذ البداية لحد الآن لم تكن واضحة فيما تريد. لحد هذا الوقت لم تعلن لا هي ولا الحكومة ما هي النتائج التي ستترتب على خروج بريطانيا، ولكن الجميع يعلم عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس فيه أضرار في الوقت الراهن، يخشون من المستقبل، لكن الخروج من بريطانيا من أوروبا دون معرفة ما هي النتائج التي ستترتب على بريطانيا فيما يتعلق بالاستثمارات وغيرها هي المشكلة الكبيرة. ما الآثار التي ستترتب على التصويت على رفض الاتفاق الذي عقدته ماي مع الاتحاد الأوروبي على المستوى البريطاني، على المستوى الاقتصادي تحديدا على الجنيه الاسترليني؟ المشكلة أن نتيجة غياب الخروج من عدمه أدى إلى أن الباون الاسترليني، الجنيه الاسترليني، انخفضت الماضية بتقريبا 20%. يضاف إلى ذلك في السنة الماضية أغلب البنوك الدولية بدأت تسحب ودائعها من بريطانيا. الشركات الأجنبية التي تنتج بضائع في بريطانيا لغرض تسويقها في أوروبا، شركات صينية وشركات يابانية وشركات هندية، بدأت تفكر في نقل مصانعها إلى دولة خارج بريطانيا، فبدأوا يبحثون في إيرلندا وفي إسبانيا وفي البرتغال، لأن إذا خرجت بريطانيا فإن المنتجات التي تنتج في بريطانيا حينما تذهب إلى أوروبا ستتعرض إلى رسوم جمركية، وبالتالي الخسارة لبريطانيا هي كبيرة إذا بقي الوضع على حاله، أي عدم الاستقرار وعدم الوضوع، وستخسر أكثر إذا ما خرج. أما الخروج بدون توافق وهو ما سيجري التصويت عليه يوم الخميس القادم بعد يومين، هذا هو الحل لتقليل الضرر الذي سيقع على بريطانيا نتيجة
لهذه العملية. هل تتوقعون دكتور صباح إرجاء التصويت؟ التصويت لا يمكن إرجاءه، سيجري التصويت غدا على ما ستقدمه تريزا مي، وأظن أن الاحتمال الكبير أنه لن تجري الموافقة عليه، وبالتالي في اليوم التالي له سيجري تصويت آخر الذي يمنع بريطانيا من الخروج بدون اتفاق، وفي اليوم التالي وهذا هو الحل الأخير سيجري تصويت لتأجيل عملية الخروج، لأن الموعد المضروب اللي هو 29/3 يجب تأجيله إذا لم تستطع الحكومة البريطانية من الحصول على موافقة البرلمان. هل تتوقع أن يكون هناك استفتاء شعبي جديد بحسب ما يتوقع محللون؟ هناك مطالبات بهذا الشأن، ولكن هناك اعتراضات متعددة. أولا من حيث المبدأ، الشعب البريطاني نفسه منقسم بشأن الخروج من عدمه، والبرلمان أيضا منقسم، وبالتالي إذا ما جرى استفتاء آخر فقد تتغير النتيجة، ولكن التغيير لن يكون جذري. قد يكون أن يعني المتوقع أن من يريدون البقاء في أوروبا سيكونون أكثر من الذين يريدون الخروج، ولكن أيضا بنفس النسبة الضئيلة، لأن الاستفتاء الأول كان هناك 51% يريدون الخروج و49% لا يريدون الخروج، وإذا ما جرى استفتاء ثاني فقد تكون النتيجة معكوسة، أي أن من يريدون البقاء هم 51 ومن يريدون الخروج هم 49، وبالتالي تجري نفس المناقشات أن هذا الرأي هو ليس رأي الأغلبية، ستقدم الاعتراضات أنه لماذا قبلتم تقبلون هذه النتائج ولم تقبلوا النتائج السابقة، وبالتالي هذا لن يحل الإشكال. لذلك هناك تردد في فكرة وضع الأمر أمام استفتاء جديد، لأنه لن يغير كثيرا من الخلاف والصورة الرئيسية بالنسبة إلى بريطانيا بالوقت الحاضر. المشكلة الكبيرة والتي لا يمكن معالجتها إطلاقا هي موضوع الحدود بين جمهورية إيرلندا التي تقع في الجنوب وإيرلندا الشمالية التي يرفضها البريطانيين والإيرلنديين، ولكن خروج بريطانيا من أوروبا يلزم بريطانيا ويلزم إيرلندا بأن تقيم حدود بين هذين الجزئين من جزيرة إيرلندا، وهذا لا يمكن حله لا بالتفاوض ولا بأي شكل آخر. نعم، من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار، شكرا جزيلا لك.